ثم محمد حافظ هناك بعض المصطلحات هي مشروحة في بعض الأماكن يعني، ولكن في بعض الأوراق، ولكن هي برضو مجهلة، زي مثلا مبدأ التنمية والتكامل، ده مبدأ موجود بين الدول دي وبعضها، زي مثلا مبدأ الاستخدام المنصف والعادل. هذا المبدأ لما أنا قريت القصة اكتشفت المبدأ ده له فروع، مثلا منها السكان، منها الـ العناصر الجغرافية، منها المشاريع المحتملة. إلى أي مدى هذه الصياغات تعميمية ولا تستطيع أن تعتمد عليها، أو إلى أي مدى هذه الصياغات ممكن تنفعنا قانونا في حل هذه المشكلة؟ أتفق معك تماما في أن في مصطلحات كثيرة في اتفاقية عنتيبي وفي اتفاقية مبادئ سد النهضة، واللي هي مأخوذة من اتفاقيات دولية أخرى في أوروبا، ولكن الاتفاقيات الأخرى في أوروبا والتي تسيطر أو تحكم ما يسمى الأنهار الدولية في أوروبا فاهمين القصة وعارفين ماذا يعني الضرر وماذا يعني التنمية وماذا يعني الضرر الجسيم، ولذلك محددين هذه المصطلحات بقيم حسابية. يعني يقول لك الضرر عندما يكون منسوب المية عند منسوب 165 على سبيل المثال، هنا يبقى في ضرر، يبقى الدول المشاركة في النار تقعد مع بعض وتشوف لها حل. ولكن وإن كنا قد اقتبسنا تلك المصطلحات الجميلة الرنانة من الاتفاقيات الأوروبية وأيضا من اتفاقيات الهند وباكستان عند نهر السند، تلك هناك مطبقينها بأرقام، يعني ربطنها بأرقام. إحنا اقتبسنا تلك المصطلحات الهيدرولوجية ولكن ما بنطبقهاش ولا حنطبقها لسبب بسيط جدا. الدول التي كتبت هذه المصطلحات في البداية في المعاهدات الدولية زي الهند وباكستان أو ما بين دول أوروبية كانت تعي ماذا تقصد بهذه المصطلحات. إحنا اقتبسناها فقط على أساس أنها يكون شكلها حلو في الاتفاقية، ولكن عند التطبيق لن يحدث أي تطبيق لهذا الأمر. ليه؟ لأن الدول المصاب زي أثيوبيا تحديدا عندها فكرة أساسية بأن ما فيش حاجة اسمها نهر دولي. النيل الأزرق والأنهار التي تنبع من أثيوبيا هي أنهار محلية، هي لابد أن تتحول إلى بحيرات دولية. لذلك وإن كانت اقتبست مصطلحات كثيرة، ولكن لما تلاقي أن مصر تشتكي كمان سنتين تقول لك والله منسوب السد العالي عندنا وصل للتخزين الميت، أثيوبيا تقول لها ما فيش ضرر، ما احنا عندنا أجادين عطشانين ما عندهمش مية، فإن يصل السد العالي عندك للمنسوب الجاف أنا مش محتاج أن أنا أتدخل أو أساعدك في شيء، لأن أنا عندي برضو مشاكل في أجادين وفي عندي ناس بتعطش. لذلك المصطلحات والكلام الجميل الموجود في اتفاقية عنتيبي هو فقط لتجميل الصورة القبيحة اللي بتحاول تزرعها الدولة الأثيوبية تحديدا في مفاوضية حوض النيل، ومن خلالها ستحول الأنهار الدولية زي النيل الأزرق زي صباط زي عدبرة واللي هي بتمد الدولة المصرية مجتمعا بحوالي 86% من مياه الدولة المصرية، ستحول تلك الأنهار إلى بحيرات محلية أثيوبية، وهذا هو أكبر خطر لأن ما فيش مفهوم النهر الدولي عند الدولة الأثيوبية، ويهمها جدا تحويل تلك الأنهار إلى بحيرات محلية أثيوبية. وعلى ذلك في الآخر هتلاقي أن مصر هي أكثر دولة خسرانة في هذا الأمر لأن ما فيش أي اتفاقيات تعطيها أي حقوق تاريخية مكتسبة، بينما السودان ستكون تاني الدول المتضررة، ولكن السودان الحمد لله ربنا أنعم عليها بأمطار غزيرة جدا ومياه جوفية، فلذلك يعني ما ستعانيه السودان ربما يكون 10% من حجم المعاناة للدولة المصرية.